أعلن مركز الأعمال بصفاقس عن مسابقة أفضل مخطط أعمال، وكان مشروع تثمين بقايا التمور الفائز بالجائزة الأولى، هذا إلى جانب مخططات ناجحة أخرى. وقد كانت هذه المبادرة بالتعاون مع الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط في تونس وهيئة المتطوعين للخدمات المالية. خممنا في نثمنوا تمور، ديشين تاع تمور، بقايا تمور، التثمين تاعها مش يتمثل في ترانسفورماسيون تاعها، استغلالها في إنتاج سكر بيولوجي ديستيني للمرضى السكر، للي بي بي، مارشي كبير توا معنا في تونس ولا في برا من تونس. كانت المبادره ذي مهمه برشا، تحصلنا عن الجائزه الاولانيه. هذه التظاهره هي مسابقه نظمها مركز اعمال صفاقس بالتعاون مع فاينانشال سيرفيس فالنتير كورب اللي هو شراكه امريكيه، وكذلك معناتها ساعدت فيها شركات بنكيه، مؤسسات بنكيه ومؤسسات اخرى وهياكل اخرى، وهي تهم كل من باعثي المشاريع من ولاية صفاقس، سيدي بوزيد، القيروان والمهدية. بعث المشروع صناعي نسيج معالج لمشاكل الجسم بطريقة طبيعية ومواد طبيعية ناتشوغيل. خذيت الجائزة الثانية من على ثلاث جوائز معناتها أسندوهم وقدموهم للمشاركين. تتمثل الجائزة في 1000 دينار من بنك الأمناء، أعطيهم الصحة أنتني على تشجيعهم. الجمعة هذه جبنا دوز إكسبير أمريكان، واحدة تخدم في بنك، واحدة تخدم في البرايفت إكويتي معناها في الكابيتال انفستيسمون، وجاو باش يعديو الجمعة في صفاقس باش يعادوا لي زونتربرونور اللي بازي في صفاقس، في سيدي بوزيد، في قروان وفي المهدية. جيت قدمت اليوم فكرة مشروع تتمثل في الرخام الصناعي واختراع جديد، والبيتون سيلولير، الاسمنت الاسفنجي، والفاسوناج دو فير اللي هو معناها الحديد اصطناعي. مشروع معناها عنده افق وعنده مستقبل، تري رونتابل، يشجع كباعث جديد، زاد مش نكون معناها مناطق شغل وتوفير معناها الشغل برشا يد عامله. والاكثر من هكا معناها مشروع ماهوش نتاع امور وقتيه، معناها يتواصل. وثاني حاجه مشروع معناها يحافظ على البيئه، وعنده معناها برشا انعكاسات طيبه على الاقتصاد والانفيرونمون. وقد حظي الشباب في هذه المبادره بلقاء مجموعه من خبراء الاقتصاد والمستثمرين الاجانب وعرض مشاريعهم، فكانت هذه المناسبه فرصه لانفتاح بعث المشاريع الشبان على الاسواق العالميه وترويج المنتوج التونسي. جيت مشاركات على مستوى تونس وعلى مستوى انترناسيونال في برلين، فهمتني؟ وان شاء الله باش نحضروا كتوانسه معاهم والكل. وعرفنا برشا عباد، كان لقاء مع برشا مستثمرين اخرين، لقاء شيق جدا، وتعرفنا ولقينا مرشيات في امريكا، اسواق في امريكا، وحظوظ المنتوج هذا في تونس والبرا من تونس. يتم يعني التمويل نتاعهم من طرف معناتها هياكل التمويل، الكيس دو ديبو دو كونسينياسيون، ومعها يعني شركات راس مال مخاطره، ومعها البنك تمويل مؤسسات الصغرى والمتوسطه، وهي حقيقه مشاريع معناتها هامه ومجدده. الامريكان اللي جبناهم اللي زون تي سوربري على الكاليتي تاع لي زونتربرونور اللي عندنا. فريمون تبارك الله عليهم، من جوست حاشتهم بشكون يزيد يعاونهم شويه باش يخلطوا للبوت فينال نتاعهم هو اللي هو الفينونسمون. وان شاء الله الفرصه هذه ان شاء الله باش تتعاود، ووعدونا الخبراء معناتها الامريكان والا الخبراء اللي موجودين يعني في الجمهوريه باش يعاودوا يكونوا معنا، وتكون فرصه لمزيد معناتها تدعيم هذه المخططات الأعمال.
مسابقة مركز الأعمال بصفاقس حول أحسن مخطط مشروع لن تكون الأخيرة، وهي مجال مفتوح لكل أصحاب المشاريع قصد تحفيز الشباب على مزيد الخلق والإبداع والنهوض بالاقتصاد الوطني.